ايه ده؟ في حد يدخل على حد كده؟ وفي حد ياخد موبايل حد كده؟ انا لقيته مرمي في الليفنج على فكره. غريبه، مع ان انا فاكر ان انا كنت سايبه على الكنبه قبل ما انت تيجي. وفرضا نسيت انك لقيته مرمي في الليفنج، هو انت لقيته مرمي في الشارع مثلا؟ انت قصدك ايه يعني؟ ما صوتش حاجه، هات الموبايل. هو مين كريم ده؟ كريم مين؟ هو اتصل؟ انت رديت عليه يعني؟ انت مال وشك جاب الوان كده ليه؟ انت مش من حقك تاخد موبايلي اساسا. ايه ده؟ مش انا اخوك الصغير؟ هو الاخوات بيخبوا حاجه على بعض برضه؟ يا عم خلاص، لما تبقى تديني موبايلك افتش فيه يبقى خد موبايلي براحتك. يا عم خد موبايلي براحتك، انا عن نفسي ما عنديش حاجه اخبيها. انما انت بقى عندك حاجه تخبيها؟ طب هات الموبايل بعد اذنك. خد الموبايل بعد اذنك. ما تخافش يا لولو. ايه؟ سرك هيبقى في بير يعني. بقول لك ايه؟ انا زهقت من طريقتك اللي بتتعامل معايا بيها دي. وانت عايز ايه؟ بتعاملني كده ليه يعني؟ ما كنتش عايز يبقى ليك اخ كبير؟ يا عم انت مالك انت باللي كنت عايزه واللي ما كنتش عايزه؟ انت واحد جاي يبلي في العيل. انا مش جاي ابلي في حد ولا عايز اخد اهتمام حد. واذا كانت امك مهتميه بيا الايام اللي فاتت دي فهي مهتميه عشان كنت ضايع ولقيتني. الو يا كريم، بقول لك يا، انت كلمتني؟ من شويه. طب وحد رد عليك؟ لا. هذا كريم متاكد؟ والله ما حدش رد، اديتك رنه واستنيت تتصل. هو في حاجه يا حسن؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه، ما تقلقش. انت عامل ايه؟ الكلام اللي مامي بتقوله ده كلام صح؟ يا استاذ هشام، احنا ما نعرفش اذا كان هو اللي غلطان ولا لا. هو ايه اللي هو غلطان ولا لا؟ انت بتعدلي على ايه؟ اذا كان المدرسه بقى تقول انه ضرب واحد صاحبه لازم تعاقبه. انت فعلا لازم تتعاقب، بكره محروم من بلاي ستيشن طول النهار. بس كده؟ لا طبعا، وهيتحرم من الرسم الثلاث ايام. بس يا مدام نانسي، الرسم هو الحاجه المفيده اللي بيخرج فيها طاقته، ممكن بس استاذنك اتكلم معاه عشان افهم منه ايه اللي حصل؟ انتي ما تقوليليش اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انتي هنا عشان تعملي اللي انا اقوله. اتفضلي هاتيلي حاجة الرسم بتاع التميم كلها. يلا. ليلى، اعملي حسابك انك هتقضي الثلاث ايام مع تميم لغاية ما يرجع المدرسة تاني. حاضر يا فندم. حضرتك عايزة مني حاجة تانية؟ لا، بقت فظيعة، حشرة نفسها في كل حاجة وعايزة تعمل انها خايفة على ابني اكتر مني. بالراحة يا نانسي، بالراحة من فضلك، بدل ما تطفش زي اللي قبليها. اعمل لك ايه يا روحي؟ ما انت عارف انك متجوز واحدة ما بتطقش الغباء. ممكن تبطل عياط وتحكي لي ايه اللي حصل؟ احنا لازم نعرف ايه اللي بيحصل يا تميم، ايه اللي بيخليك على طول في مشاكل في المدرسة كده؟ هما بيضايقوني. هما مين؟ شلة عمر. بيضايقوك ليه؟ ما بيحبونيش وبيرخموا عليا. بس انت ذكي وموهوب، يعني المفروض تبقى اشهر واحد في المدرسه والكل يبقى عايز يصاحبك. محدش عايز يلعب معايا وكلهم بيرخموا عليا، مش عايز اروح المدرسه دي تاني. يا خالته بجد هو اللي مصبرني على معاملة نانسي المقرفة دي. معلش يا حبيبتي،
انا عايزاكي تستحملي، انا عارفه ان انت دينا بقى قلبك، بس برضه القرشين اللي بتاخديهم منها كل اول شهر هم بيساعدوكي في الدراسه والمعيشه برضه، والشغل كله متعب. امسكي يا بنتي، امسكي حقك. ايه بالظبط؟ فهميني انت عايزه مني ايه؟ عايزه تروح تشتغل القصر في الكاميرات؟ لا، هروح اخد ورشه، وعايزه ابقى مستعده عشان ما بقاش عبيطه وما بعرفش ارقص. ترقصي؟ ترقصي يا كلب يا حيوان يا ماما. بابا انا اخدته معلش 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 عملت ايه في حياتي بس عشان ربنا يرزقني بنت زي دي؟ ولو كان ابوها ولا اخوها عايشين كانوا عارفوا يربوها. فرق واحد ربنا يرحمه. معلش يا خالد، طب ممكن انت تخشي طب تستريحي وانا هتكلم معاها؟ خشي يا خالد، خشي 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 يا خالد خشي. هو ايه اللي انت بتعمليه ده يا نهاد؟ عايزه افهم عملتي ايه يا نهاد؟ في ايه؟ انا بتكلم مع ماما بصراحه، لازم اكدب يعني عشان اعجب؟ لا ما تكدبيش، بس برضه ما تقفريش، وفي حاجات ما ينفعش تخبط في الوش مره واحده كده، خصوصا موضوع الرقص اللي واكل عقلك ده. اصلا ماما مش قادره تفهم ان انا عندي موضوع الرقص ده اهم 100 مره من الكليه. تقدري تقولي كم واحد خرجوا عندي من الكليه اللي انا فيها دي، وكم واحده بقت راقصه محترفه؟ لا مش عارفه. من الجامعه عندنا بيتخرجوا بالالاف، اما بقى الراقصات المحترفه كلهم على بعض كده ما يكملوش 20 واحده. انا بقى حلمي ان ابقى في يوم من الايام من عمالقه الرقص زي جولي فريد وايمي سلطان، الله، وامثل واتشيل في مسلسلات وافلام. انا مش عارفه ليه ماما مش عايزه لبنتها الخير، دي امي دي. طب نتكلم جد شويه يا ناهد. تعالي. اولا انت في مصر واحنا مجتمع شرقي ومحافظ، وصعب جدا ان اي ام توافق ان بنتها تشتغل شغلانه زي دي. ثانيا اتخرجي انت بس يا ستي من الكليه، وانا هخلي خالته تتوسط لك وتشتغلي في الشركه بتاعت علي الدياب بشهادتك، تمام؟ ويا ستي خلي موضوع الرقص ده لوحدك كده في ساعه صفا، ولو اتزنقتي قوي بندهيني وانا هاجي اتفرج عليكي وهشجعك. انا مش عايزه اشتغل في شركه دياب، انت بتعرفيش الناس هناك ممكن يبصوا لي ازاي؟ مش فاهمه. لما يعرفوا ان بنت خدامه علي الدياب هيبقى ايه منظري ساعتها؟ انا ما اقدرش استحمل الوضع ده. اولا خالته مش خدامه، يوه، خالته مدبره منزل، وفي فرق كبير جدا بين ده وده. تضحكي على نفسك ولا عليا؟ مدبره منزل يعني خدامه، وبيبي سيتر برضو يعني خدامه. انا ما ادب والله ما اقصدش يا لولا. انا مش خدامه يا ناهد، انا بشتغل بيبي سيتر فعلا، وده بشكل مؤقت لحد ما اتخرج من الكليه. انا عارفه، انا اسف. استنى استنى بابا، في ايه يا مروان؟ انا خدت موبايل العالم. انت خلاص اتخبلت في دماغك، بتاخد تليفون اخوك من ورا ليه؟ ما هو انا عايز اطلع اي دليل يثبت ان هو مش علي، وبعدين انا حاسس ان الواد ده بيحضر للمصابايا، وفي واحد اسمه كريم اتصل بيه. كريم؟ كريم مين؟ انت ردت عليه؟ لا، هو رنه واحده وقفل، ما لحقتش ارد، بس انا لما سالته على كريم ده وشه اتقلب خالص. انا حاسس ان كريم ده شريكه في المصابايا اللي بيعملوها يعني. أنا عايزك تكلم فريد يشوف أي حد من معارفه يراقب التليفون يشوف هو بيخطط لإيه. مروان، كل دي أوهام في دماغك. كريم ده ممكن يكون أي حد، معرفة، صاحبه، علي أخوك، مش نصاب. كفاية بقى، كفاية. بكرة الأيام هتثبت لكم إن أنا الوحيد فيكم اللي كنت على حق. مالك يا استبدير واقف بترعش؟ فيك حاجة؟ دوخة جديدة كده بتجيلي بقالها يومين، بس لا نافع معاها برشام
ولا حتى حقن. طب وايه اللي موقفك كده؟ ما تطلع العياده وخلي الدكتور فوزي يكتب لك على اذن خروج ويحولك على المستشفى. لا وعلى ايه يا اسطى؟ المسيره هتروح، انا خمسه كده وهبقى كويس. شوقك يا اسطى. يا اسطى بدير، يا اسطى بدير، يا رجاله يا رجاله. يلا قوم اعدل هدومك يا اسطى. انا مش هكتب لك على اي علاج دلوقتي، بس هتعمل شويه تحاليل واشعاعات وبعد كده نبقى نتكلم. هو في ايه يا دكتور؟ الاسطى بدير مش اول واحد يقع من وسطينا، ما تفهمنا ايه العباره. بالهداوه يا استحام، المساله مش محتاجه قلق. نعرف بس نتائج التحاليل والاشعاعات ونعرف عنده ايه الاول. ان شاء الله هتبقى كويس، والف سلام عليك. بس دول ياما قوي يا دكتور. هو انت غرمان حاجه؟ ما كله على حساب التامين، احنا همنا نطمن عليك يا اسطى. شاكرين يا دكتور. العفو. السلام عليكم. مع السلامه. يا دكتور فوزي. طب لما تطلع نتيجة التحليل ابعتها لي. في ايه يا فوزي مالك؟ انت بتتكلم كده ليه؟ محسوس لي كده. طب لما توصل لأي جديد كلمني. يلا سلام. راجل، التقرير بتاع سراج مندوب وزارة البيئة اللي كان مدوخنا عشان يدهولنا. وصلت له ازاي ده؟ ده كان عامل فيها ابو الشرف يعني. كل واحد وليه مسؤول. مالك يا راجل في ايه؟ مروان بيدعبس ورا حسن وخايف يوصل لحاجه. بلغ الزفت اللي اسمه حسن ده انه ياخد باله ويفوق لنفسه. انا عملت كده. الخوف كله انه يبلغ كمال ولا جده ويشككهم في الواد. احنا ما صدقنا انها دخلت عليهم. بس هو ما عندوش حاجه تانية يقولها، والكل عارف ان هو غيران من اخوه. انا متضايق من نفسي قوي. انا بعمل كده في لينا وفي مروان وفي الام. ما كانش لازم اخدعهم بالطريقه دي. راجي، ما كانش في ايدك حاجه تانية تعملها. وبعدين ان كان على مروان كلها شويه وييأس ويرضخ للامر الواقع. في حاجه جاي لك في وقت تاني؟ لا يا هشام تعالى، عايز ايه؟ ابدا، انا كنت جاي استاذن بس، رايح مشوار مهم لمدرسه تميم وبعد كده مروح. خير؟ تميم كويس؟ كويس الحمد لله، خناقه عاديه. ماشي. في الحقيقه مامته بتقول ان الولد بيذاكر وبيعمل الاساينمنتس بتاعته في مواعيدها وبانتظام، يعني مفيش مشاكل. لا اسمح لي حضرتك، ده مش حقيقي خالص. مؤخرا كل المدرسين بيشتكوا منه، لا بيركز ولا بيسلم الهوم ورك في ميعاده ولا منتبه خالص، وطول الوقت بيرسم. ايوه مدام، بس انا شايف ان انتوا لازم تشجعوه علشان ينمي موهبته. انا اشجعه جدا في الارت كلاس، انما بقيه الكلاسز ما ينفعش يقعد يرسم وزمايله يقلدوه. مدام، حضرتك عارفة إن تميم مختلف عن زمايله، ودي حاجة لازم المدرسة تتفهمها وتراعيها. مش كل الأولاد زي بعض. أنا فاهمة. أصل حل المشكلة تميم الشادو تيتشر دي، مدرسة خاصة بتفضل جنبه كل الحصص علشان تحاول تخليه يلحق زمايله في اللي فاتوا، بس دي طبعا ليها أكسترا فيز. لو حضرتك شايفة إن هو ده في مصلحة تميم أنا ما عنديش أي مشاكل. بس كنت افضل ان مدام نانسي تكون معانا علشان تعرف اسلوب المتابعه في البيت. ايه ده؟ هيشو، انت رجعت بدري من الشغل؟ اه. طب كويس قوي، انا هطلع اغير هدومي واجي احكي لك على البرانش لانه كان تحفه. ومش عايزه تساليني عملت ايه في مدرسه ابنك النهارده؟
طبعا اكيد عايز اسال. طب طمني ايه الاخبار؟ الولد عنده مشكله كبيره جدا في سلوكه وفي الدراسه، ولو ما تعدلش مهدد انه يعيد السنه. وطبعا انا كنت في نص هدومي لما مديره المدرسه سالتني هي مامته فين. اتكسفت بصراحه، اتكسفت اقول لها ان مامته عندها برانش مع صاحبتها اهم من ميعاد المدرسه بتاعت ابنها. ايه ده؟ وايه الطريقه اللي انت بتكلمني بيها اصلا؟ فيها ايه يعني لما تشيل شوي؟ ما انا على طول بروح. مش حقيقي، البرانش والكوافير والباديكير والجيم اهم عندك يا هانم من ابنك. لا لو سمحت ما تحاولش تتهمني ان انا مقصره ناحيه ولادي، ولا توهمني بكده. انا بعمل اللي عليا وزياده كمان. ابني انا واخده بالي من كل الديتيلز اللي تخصه وجايبه له احسن نانز. لو كان كلامك ده صح ما كانش ابنك يبقى عنده مشكله كبيره في المدرسه وحضرتك مش دريانه ولا عندك اي فكره عنها. احمدي ربنا يا نانسي على اولادك واهتمي بيهم شويه. اولادك دول نعمه غيرك بيتمناها وبيموت لو حد من عياله جراله حاجه. واديكي شايفه الهام صاحبتك اهي عامله ازاي بقالها 20 سنه على ابنها. الهام؟ هي الهام بقت رمز للامومه دلوقتي؟ اللي رامي اولادها للخدامين ليل نهار وبتبلبع في مهدات؟ وبقول لك ايه بقى، انا ام كويسه قوي ومفيش مني، وما تحاولش تتهمني ان انا مقصره في حق اولادي. انا مربيه اولادي كويس قوي وعارفه انهم كويسين. تعالي شوفي مامي جابت لك ايه. تعالى يا علي شوف الهديه بتاعتك. تعالى تعالى بس سيب اللي في ايدك وتعالى. السلسله اللي عليها حرف الايه دي بتاعت ليلو علي على اسمك، والحرف ال افتكرت حاجه على اسم لينا. يعني ايه رايكم بقى في هديه تشاش كده؟ حرف ال اهو. ايه رايك في هديه مامي؟ علي كان صغير قوي. كل سنه وانت طيب. مش فاكر كويس يا جدع. استنى بس يا راجل مش يمكن يفتكر. نهشها على طول عشان نعرف ناكلها. افتكرت حاجه حلوه. فكره السلاسل. ميرسي يا نانسي. ايه مره وانا بتخانق مع ابويا قال لي ان انا مش ابنه، وانه لقاني ببيع مناديل في اشاره، وخلصني من ايد واحد كان بيضربني. بس انا ساعتها بصراحه ما صدقتوش عشان هو كان ضارب سيجاره رايقه. سيجاره رايقه؟ يعني ايه سيجاره رايقه؟ لينا مالكيش دعوه بالكلام ده. اكيد كان بيكذب عليك، تلاقيه هو اللي خطفك وحب يفهمك ان هو لقاك وانقذك بس. ويمكن ما يكونش بيكذب، يمكن يكون فعلا خطفه عشان يشغله في الشحاته. ولا يمكن اللي اسمه عثمان فاكر اللي كمال قال لنا عليه ممكن يكون هو ده اللي بيخطف الاطفال عشان يشغلهم في الشحاته. بلاش نبني استنتاجات على كلام ما نعرفش حقيقي ولا لا. ما تدخلناش متاهات تانية يا الهام. وانا بقى مش هسيب اللي حرمني من ابني طول السنين اللي فاتت يفلت بعملته. ايوه كمال، عملت ايه في موضوع عثمان؟ طب انا مش عايزاك تبطل تدور عليه، عشان لو الراجل ده فعلا هو اللي خطف علي انا عايزاه ياخد جزاؤه. عارفه يا كمال عارفه. طيب لو سمحت لو عرفت اي حاجه بلغني. متشكرة قوي، مع السلامه. طيب استأذن انا بقى. هتنام؟ اه. طيب تصبح على خير. حضرتك من اهل. تصبح على خير. تمام. خلاص؟ عملت اللي في دماغك؟ الله، وانت ايه اللي مضايقك قوي كده؟ اللي مضايقني ان انا مش عارف اعيش. هفضل طول عمري ادور؟ 20 سنة بدور على علي، والباقي من عمري بدور على اللي خطفه. هعيش حياة طبيعية امتى طيب؟ انا ما طلبتش منك حاجة يا راجل، انا طلبت من كمال. ما هي دي المصيبة. كمال ابن عمك ده مزعج. عامل نفسه فاهم كل حاجة. هو مش فاهم حاجة وفاشل. خلاص يا بابي اهدى بقى. أيما ازيك يا حبيبتي؟ الله يبارك فيك. طبعا اكيد في اقرب فرصة ان شاء الله. ان شاء الله يا ماما بإذن الله. ميرسي قوي يا حبيبتي ميرسي. باي باي. بتبارك لك على ايه؟ على رجوع علي. عرفت منين ان شاء الله؟ اكيد من نانسي طبعا.
انا كل صاحباتي عايزين يتعرفوا على علي. طب ما تيجي يا مامي نعمل الحفله اللي قلتي عليها ونعزم كل اصحابنا وقرايبنا عشان يتعرفوا على علي، ايه رايك يا بابي؟ مفيش معنى. طيب انا هقوم الحق علي قبل ما ينام. انا اسف ان انا انفعلت شويه. خلاص بقى. ايه بتسمع ايه؟ اسمع اغنيه، استنى اسمعالك. يعجبني كلك ولا كلك عاجبني، مفيش معلم ولا هيحاسبني. حلوه قوي الاغنيه دي، اول مره اسمعها. ازاي بقى، دي اغنيه جميله جدا. ما كلمتنيش قبل كده يا علي عن الاغاني اللي انت بتحبها، يعني حابه اعرفك اكتر. انا بحب الحاجات اللي بتدخل قلبي بسرعه، يعني زي الاغاني الشعبي مثلا، بحبها جدا عشان بتدخل قلب كده من غير استئذان وما بتحورش عليا. وكمان بحب الاغاني القديمه، بحب ست ام كلثوم ومحمد قنديل ومحرم فؤاد، وفي حاجات تانيه كمان هبقول لك عليها لما افتكرها. طب ايه رايك لو نعمل ديل انا وانت؟ يعني انت تسمعني الاغاني اللي بتحبها وانا اسمعك الاغاني اللي بحبها. موافق طبعا. اه انا اتفقت مع بابي ومامي ان احنا نعمل حفله، يعني هنعزم قرايبنا واصحابنا عشان نعرفهم عليك. طب و ايه لازمتها طيب الحفله دي؟ انا حاسس ان انا هعك الدنيا كده ومش هعرف اتصرف تصرفات حلوه زي بتاعتكم. علي انا مش هسيبك، انا هفضل جنبك، وكمان حتى لو غلطت طز مش مهم راي الناس فيك، المهم ان انت بقيت معانا خلاص. طب وده هتلاقيه فين ده؟ ده مجرم اتسجن 15 سنة، بني آدم زي ده أكيد وراه بلاوي وهربان منها. حتى أخي لو لقيته ما أنت مش هتعرف تمسك عليه حاجة، مش هتاخد منه لا حق ولا باطل، مفيش دليل في إيدك ضده. أنا هحاول بكل طاقتي يا عمي، في الآخر لو ما وصلتش لأي حاجة أبقى على الأقل عملت اللي عليا قدام نفسي وقدام العام. انت ما سمعتش صوتها وهي بتتكلم في التليفون كان عامل ازاي؟ جواها غضب ومراره. يا حبيبتي يا الهام، صعبان عليا قوي. انت كمان صعبان عليا، المفروض انك كنت ترتاح بعد التعب اللي تعبته معانا السنين دي كلها، وانت مالكش ذنب. ما تقولش كده عمي، انا ابنك، اللي يمسك او يمس الهام يمسني. طيب وانت ناوي على ايه؟ لحد ما سامح يوصل لحاجه في موضوع عثمان ده بفكر انزل اسكندريه على العنوان اللي كان في البطاقه مع علي. احتمال الاقي حد من الجيران او المنطقه يقول لنا على معلومه تفيدنا او تساعدنا. ربنا يوفقك يا كمال. يلا الحب. يلا. ايه الكلام الاهبل اللي انت قلته الهام ده يا غبي؟ غبي؟ الله يسامحك يا باشا، بس الصيام مدام الهام هي اللي قفشت يعني، فقلت احور عليها اي حوار وخلاص. طب بذكائك ده قول لها ان اللي رباك هو اللي شغلك في الشحات، مش تقول لها راجل تاني، اديك بوظت الدنيا. طب انا شعرفني يعني ان هي هتقفش في الحدوته قوي كده هتقفش تعرف. وبعدين هو مين عثمان ده يا باشا؟ مالكش دعوه، كل ما تعرف اقل يبقى احسن. طب عايزني اروح دلوقتي اقول لها ان الراجل اللي خطفني هو نفس الراجل انت ما تتكلمش خالص، ما تالفليش من دماغك، اللي اتفقنا عليه هو اللي اتقال بس. لو حد زنقك في سؤال وما عرفتش تجاوب قول ما اعرفش. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. طب راجل بيه اخر حاجه خالص، اخر حاجه، هو حضرتك نويت على ايه بالنسبه لي؟ يعني انا هفضل امثل دور علي ده لحد امتى بس؟ في الوقت اللي انا حدده تبتدي تبعد شويه بشويه، وبعد كده تقول ان انت جات لك فرصة شغل بره وإنك عايز تثبت نفسك في شغل بعيد عن شغل العيلة، وبعد كده ممكن أسفرك في أي مكان تختار، وتبقى علاقتك بإلهام والعيلة بس من بعيد لبعيد. طب وكريم؟
خده معاك لو انت عايز، بس كل ده متوقف على مدى سماعك للكلام وتنفيذك للاتفاق. احنا هنبدا المفاوضات مع عدد كبير من الشركات المتوسطه. الهدف بتاعنا اننا نبقى مسيطرين على القرار في السوق، وانت لينا مسؤول عن الموضوع ده من الاول للاخر. معاك مالك وهشام. مالك معاه الحسابات، وهشام لو احتجت في اي استشارات قانونيه موجود. حضرتك تقدر تعتمد عليا، ما تقلقش. عارف، بس انا مش عارفه لو هعرف اهندل ده من غيرك ولا لا. يعني الموضوع كبير واكيد محتاجه خبرتك معايا. على العكس، أنا عايز أشوفك وأنت بتهندلي الموضوع ده من غيري. عموما لو احتجت أي حاجة أنا موجود طبعا. طيب، عايزين بقى نبدأ بشركة كيميكو، لأن المفاوضات كانت بدأت فعلا وبعد كده الأمور هديت ومكملناش، فأظن إن احنا هنرجع نحييها تاني. ده صح جدا، عندكوا حق. خلاص، يبقى نبتدي على طول. تمام، عن إذنكم. اتفضل. أنا شايف إن كل الظروف بتخدمني إن أنا بقى قريب منك. بس أنا بجد مستغربك يا راجل، وأنت مش شايف إن الشغل ده تقيل شوية على لينا ومالك لوحدهم؟ والله أنت مش غريب يا هشام. بصراحة أنا عايزهم يقربوا من بعض أكتر شوية. مالك طموح وابن ناس، أنا شايف إنه مناسب للينا أوي. لا بجد دي عندك حق، بس أنا شايف كمان إنك تتجوز مروان، الجواز هيعقله ويهديه شويه. لا مروان ده لسه بدري عليه، على بال بقى ما يثبت لي ان هو عاقل ويقدر يفتح بيت ويتحمل المسؤوليه. اوكي. انا معتمد عليك انك تتابع خطواتهم اول باول وتبلغني. طبعا طبعا اكيد. الو. ايوه عمي. لا انا لسه واصل حالا من اسكندريه. لا طمن طمن. مع السلامه. صباح الخير. صباح النور. انا اسف للازعاج، من فضلك ده بيت الاستاذ طلعت موافي؟ لا ده بيت محمود عمران جوزي، مفيش حد هنا اسمه طلعت. انا اسف جدا، بس رقم الشقه اللي معايا هو نفس رقم الشقه بتاعتكو. ممكن يكون الاستاذ طلعت موافي ده كان ساكن قبليكو، اذا كان عندك معلومات او حاجه. احنا ساكنين هنا بقالنا سنتين، يمكن يكون في ساكن قبلينا بس احنا مش عارفينه. اللي يفيد حضرتك في الموضوع ده هو صاحب البيت. طب الاقيه فين؟ شقته في الدور الارضي تحت. طب متشكر جدا. من فضلك انا بخبط ما حدش بيرد، ما تعرفيش هيرجع امتى؟ لا مش عارفه الصراحه. طب معلش هتقل عليك شويه، ممكن تديني رقم تليفونه لو معاك؟ يعني يا ليلى. ازيك؟ ازيك؟ لقيتي مؤن مش هتسلم عليا ولا ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مش هتيجي تشوف الجيم الجديده اللي انا جبتها؟ لا استنى لما نشوف الرسمه دي الاول. ايه ده؟ معقول انت اللي رسم الرسمه دي؟ لا ليلى اللي رسمها. برافو، انت فنون جميله؟ لا للاسف،
كان نفسي بس المجموعة ما جابش. أنا في كلية أداب علم نفس بس باخد ورش رسم من زمان جدا. لا بس أنت موهوبة فعلا، لازم تستغلي ده. أه أنا بعمل كده، بعمل مشروع لذيذ كده مع صحابي، بنرسم على حيطان سلالم مترو الأنفاق وكباري المشاة عشان نجملها. تعرف بقى شكلها عامل إزاي؟ فكرة حلوة جدا، حلوة. عايز أشوف الكلام ده بتعملوه إزاي يعني. خلاص لما نبتدي حاجة جديدة هقولك. ماشي. ايه بتتكلموا في ايه؟ مفيش، ده بنتكلم عن تيمون والرسم. طب مش يلا؟ ماشي يلا، باي باي تيمون. مش هتلعب معايا جيم؟ هبقى اجي لك المرة الجاية لوحدك، بروميس. اوكي باي باي. هستناك. ماشي. باشا عم مسعود جه هناك اهو. هو ده؟ هو ده يا باشا. استاذ مسعود، حضرتك استاذ مسعود؟ ايوه يا ابني. الحمد لله على السلامه. انا كمان رفعت دياب اللي كلمتك في التليفون. اهلا يا باشا، اهلا حضرتك. ما تيجي نتكلم شويه في القهوه؟ اتفضل 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 يا استاذ مسعود. يزيد فضلك. تشرب ايه؟ ده واجب علينا احنا، انت في حتتنا يعني. الله يخليك. خير يا باشا؟ طلعت موافي. ياه، الله يرحم ويبشبش الطوبة اللي تحت راس الناس الحلوة بتاعت زمان دي. ده كان أحسن ساكن عندي، لا بيأخر أجرة ولا بنسمع له حس كمان. اللي أنا عرفته عنه إنه كان مدمن مخدرات وبتاع قمار. لا يا باشا، اللي قالك كده كذاب وما عندوش ضمير، ضميره وحش. إذا كان اللي قال لي ده ابنه. ابنه مين يا باشا؟ ياسر. طلعت لا كان عنده عيل ولا تايل.